باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أنت أخذت بيدك القربانة المقدسة، وقيل لك أنك ستحاسب عليها لأن خدمتك مقدسة، وعليها سوف تدان، سوف تحاسب، الكاهن سوف يحاسب على خدمته، وخدمته عظيمة جدا لأنه أب روحي، هو يولد الآخرين في المسيح، وهذا شيء عظيم. الكاهن هو أيقونة المسيح. أنا أعلم بهذا أننا نحن الكهنة ورؤساء الكهنة سوف ندان على ذلك. إن الكاهن هو الأب الذي يأتي كطبيب ليشفي أمراض الجسدية والنفسية والروحية. لذلك كما تقول الكنيسة هو أيقونة للمسيح، أي أنه لا بد أن تتمثل بالمسيح. المسيح هو فقط هو مثالك، وإذا ضحيت حياتك له فتصبح أنت مثالا للآخرين، تصبح مسيحا للآخرين. كما يقول الإنجيل، بدل أن تتصيد سمكا تتصيب الناس. هذا ما ينقص الإنسان اليوم في العالم، أن يكون للمسيح، للإله، وليس لعبد آخر. هذه هي رسالتك أيها الحبيب. كنيستنا الأنطاقية كنيسة مبشرة، وينقص من المبشرين كثيرا، لأن العالم بعيد عن الله، يعبد المال والسلطة والجنس. فأنت عليك أن تتعب إلى نفسك، كما يقول الرسول بولس، لاحظ نفسك والتعليم، هكذا يقول لتلميذه تيموثاوس، لاحظ نفسك قبل كل شيء، والتعليم وما تقوله للآخرين. نحن وضعنا ثقتنا فيك ونرسلك إلى العالم، ولا تنسى ما قاله الرب، أيها الطبيب طبب نفسك أولا. كن عفيفا، كن أمينا لله، سوف تكون أمينا للجميع، وتتصيد بشرا كثيرا للرب، أمين.